السبع وصايا في الأوقات التالية على دريم. مشاهدينا نحييكم من جديد. الحياة فيها الصالح والطالح، فيها الكويس والوحش، فيها الشخصيات التي تفعل الخير وفيها الشياطين، لكن على الشاشة دائما الناس يريدون الشخصيات كلها تفعل الخير. انتقادات للمسلسلات كل عام، لكنها زادت هذا العام تحديدا، انتقادات لمسلسلات رمضان بأنها تسعى إلى تحطيم القيم العائلية وإلى نشر الفسق والفجور. اتهامات ناقشناها من قبل لكن هنناقشها في هذه الحلقة مع الفنانة علا غانم، بطلة مسلسل شارع عبد العزيز الجزء الثاني، خاصة أيضا إنها كل رمضان بتوجه إليها اتهامات من هذا النوع. هنستقبل علا غانم وهنبدأ المناقشة بعدها. عبرت على الكابتن دي صباحية باركة عروسة. يلا يا دي برخصة انت وهو. ايه ده؟ اوعى يا على الطباع بالي بقى اموت في الازرق. مين شنق دي يا عب؟ فوق بقى، دي سباق بنت الحاج شرشابي، مش فاكرها؟ هي مش كانت متجوزة ولا ايه؟ لا دلوقتي هي مدوراها. الله الله الله، تعالى يا نونا يا صغنى نن. انت مين؟ مش دي فترينة الجعير جعور؟ انت بتعمل ايه هنا؟ مظبوط، اموري. ايه اللي اموري؟ الامر لله يا نونا يا صغنى نن. لا لا لا، لو سمحتي ما اسمحلكيش ان انت تتكلمي معايا بالطريقه دي. معلش يا ست الكل، معلش، احنا اسفين. اوعى تكوني زعلت من نن. وده ايه ده راخر ده؟ ده زميلي ابراهيم، انا وهو لسه شغالين جداد عند المعلم جعوره. المعلم جعوره؟ الله يخرب بيت ام الثوره اللي جابت عليها وطيها دي. اللهم صل على النبي يا سماء، كبرتي وبان عليك السن. يخرب بيتك وبالكلامك العجيب، في حد يقول كده؟ طب ده انا سني باسم ورايحه جايه في الشارع يهريني استويتي ولا عطنت من الركنه ولا ايه النظام؟ لا ده انت زي الفل والفستان الاحمر وشغال على قديم. ايه رايك؟ تمام. احمر عندي 10 منه، كل يوم احمر كل يوم. ربنا يزيدك بقى يا سماء، هنعمل ايه؟ طيب انا بقى استاذنك ونبقى نتكلم بعدين. طب امسك اهو متحرش اهو اهو. لا بصي، بقول لك ايه، اسمع انت. اسمعي تاني. قول. انا خارج من السجن عظمي مكسر، يعني مفيش حيل، يعني مفيش طمع. طمع ايه يا مقشف انت؟ ما انا طول عمري واخدك معفن، حته كهربائي فيشه وسلك ومفك، ولا نسيت فيشه سفر؟ هو ده انا اللي مكتشفاك، ده انا اللي منزلاك الملاعب، ما تشلتش على نقالة غير لما بعدت عني. وادين يا ستة اهو اتكسرت ونزلت العب في دوري درجة تالتة. ولا يهمك، شوية تسخين وترجع سيد الكباتن. انا مش هخلص منك باين عليا. راحة فين انت؟ راحة فين؟ اطلع. ايه ده؟ ما انا لازم اتكلم معاك في حتة ما حدش يعرفنا فيها. اطلع فين؟ انا عايز اشوف اكل عيشي، راح اشوف معرضي. عيش مين؟ مش هتعرف تشوف ولا عيش ولا خبز. اطلع. فين طيب؟ في اي حتة هادية. ماشي يا سماء، هحكي لك حكي. وايه البشر دي؟ علا غانم احييكي من تاني، اهلا بيك. اهلا بيك. متهمه بتحطيم القيم العائليه، تشويه صوره بناتنا ونسائنا، تعليمهن الفسق والفجور، هتلاقي اتهامات كثيرة من هذا النوع. هي توجه لعدد كبير من المسلسلات ولصناع المسلسلات، بس انت كل سنة ينالك نصيب كبير من هذه الاتهامات، ليه؟ مش عارفة، مش قادرة احط ايدي على السبب، بس انا عايزة اقول ان انا طول الوقت بلعب شخصيات شايفاها في الشارع، ما بجيبهاش من وحي خيالي. يعني شايفاها في المجتمع؟ طبعا. أنا دايماً كان عندي مقولة كده، إن حصل
بعد الثورة انهيار أخلاقي في المجتمع بشكل عام، ولاد بنات أيا كان. فالأنماط اللي بنشوفها في الشارع أسوأ من كده بكتير على فكرة. يعني بقول إحنا بنجملهم، الحقيقة أسوأ من ده. مش هكون قاسية، هقول في أنماط كويسة وفي أنماط. ما هو ده اللي كتبه الأستاذ فاروق جويدة في الأهرام من يومي. قال اللي انتوا بتعبروا عنهم على الشاشة موجود، بس ده 2% مما يحدث في المجتمع المصري. في 98% نقي وجميل. 98% ليه ما بيظهرش؟ 98% نقي مثلا يعني. والله انا بقول لو في عندنا 50% نقاء احنا هنبقى شعب شكله حاجه تانية خالص. لو احنا عندنا 50% نقاء، احنا للاسف اولا متحفزين طول الوقت لبعض بشكل غير عادي، نظره هدامه، الناس ما بتعرفش تتكلم غير علشان تنقد بس. معرفش ده احساس الغضب ده حاصل ده من ايه. انا كان عندي نفس الاحساس بالغضب ده بس تخلصت منه بعد 30/6. لا، احساس بالغضب ازاي؟ احساس يعني بالغضب، انت قرفان من كل حاجه حواليك، مش طايق اي حاجه حواليك، مش طايق دبان وشك، اوكي؟ بس فمخليها اخلاقك عنيفه. فاهم اقصد ايه؟ اللي هو طول الوقت متحفز، ما هو انت مضغوط. لكن انا حاسه ان انا بقيت رايقه قوي جدا. والله العظيم يا استاذ. امتى تحديدا؟ يعني من بعد نجاح السيسي طبعا. يعني حطيت في بطني كده بطيخه صيفي كده طيب ما هو ده كان يخليك الناس يقولوا ايه؟ طب خلاص نبتدي. ما هو هتلاقي فيه الاتهامات للمسلسلات هذا العام انها تسعى لتحطيم المجتمع المصري وتشويه المجتمع المصري. طب ده كان يخليك تقولي طب لما نعمل الجمال اكثر من القبح، ما نزود الجمال على الشاشه افضل من القبح المستمر. هو انا عايز اقول ان السنه دي حاصل تطور وكم وكيف في الاعمال الدراميه السنه دي فاق كل السنين اللي فاتت بصراحه، مع ان الاعمال كلها بتتهاجم، بس انا شايفه ان الاعمال كلها مستوياتها هايله. كل واحد قدم فكره جديده، كل مؤلف السنه دي يمكن في الناس مخضوضه، لكن في اعمال مهمه قوي. السبع وصايا اللي بيتهاجم انا شايفاها فكره رائعه. فاهم اقصد ايه؟ وبعدين في الاخر المؤلف بيجيب حاجات من وحي خياله. في الاول وفي الاخر هدفنا حاجه واحده، ان المشاهد يكون قاعد في البيت مستمتع. بنتصارع في ان مين هيكون احسن من التاني. مش هدفي انه استفز المشاهد، ولا هدفي انه اضايقه جوه بيته، ولا زي ما في حد سمعته كان بيقول حط ايدي على قلبي من الالفاظ. خايفه لفظ انا بسمع يطلع. الفاظ في الشارع غير عاديه، ما بنقدرش نقولها في التلفزيون. انا بتشتم شتايم. ما هو مش معنى ان انا بسمع ده يبقى انا اطلعه على الشاشه. ما انا مش هقول للناس. ما انا ما بطلعوش. مش هقول للناس ما هو دورات المياه بيحصل فيها ايه، فهطلع ده على الشاشه. ما احنا بنجمله. يعني هل انا احنا بنجمله، لكن لازم نقوله. لازم نقوله. بس في السينما يا عودة انا بقول للناس ايه؟ انت في النهايه هتقطع تذكره، انت المسؤول عن نفسك. في البيت على الشاشه الجمله اللي بتقولها الست انا بسمعها، خلينا نوب عن الناس يعني. الناس هتقول ده مش بالطريقه دي، مش للدرجه دي. يعني انا خايف ابني يسمع ده. مش قوي كده. لا يعني مثلا انت في جمله في المسلسل السنه اللي كل حته في جسمي عايزاك، كل ده على الشاشه. انا ما قلتش كده في المسلسل السنه اللي فاتت في مزاج الخير. انت قلبك اسود قوي، شايلني من السنه اللي فاتت. ما هو ده اسم. انا قلت بعمل كده فعلا. أكيد كان المشهد لا لا المتطلب لا 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 في الحوار ده يعني. لا وحتى المشهد أنا مش عايز بس أجتزئ، لكن حتى في مزاج الخير الدخول في منطقة المحارم، الأخ زوجة الأخ اللي بتلاحق الأخ وعايز تعمل علاقة جنسية معاه، الناس في التلفزيون على الشاشة لا تتقبل ده، وهتقول هذا المسلسل متهم بنشر الفسق والفجور وتدمير القيم العائلية. برضو لا، أنا بالنسبة لي كممثلة ده بالنسبة لي دور سري جدا في مشاعر مختلفة،
في دور قماشته عريضة هقدر ألعب فيه. اتجاه المسلسل بيبان بقى. يعني لو انت مش عاجبك اتجاه المسلسل ده ممكن ما تتفرجش عليه، انت عرفته خلاص من اول حلقة بتفهم صح ولا غلط. فممكن تختار انك ما تتفرجش عليه او لا، ولكن انا كممثلة بيبقى فاري بيبقى جذاب جدا بالنسبة لي ادوار مختلفة. انا ممكن اعمل البنت الطيبة الكويسة اللي معرفش ايه الادوار النمطية خلاص اللي هي هنقول انها هي موجود منها كتير في المجتمع، لكن بيبقى جذاب اكتر للممثل انه يلعب ادوار مش واضحة في المجتمع وبيدخل جواها وبيشوف هي بتفكر ليه كده، ولا ادوار سلبية ومنحرفة. يعني البنت اللي ما خد بالك دايما الادوار السلبية، يعني دوري في مزاج الخير ما ترمى عليها مية نار وانتهت نهاية بشعة. يعني احنا ما بنكافئش الادوار اللي هي انماط مستفزه للمجتمع. اما باجي حتى نقدمه ما بنجيش نكافئها في اخر العمل، بتاخد جزائها بشكل مش طيب. بس انت حتى في شارع عبد العزيز اللي هي البنت في النهايه اللي بتظهر الجدعانه وبتقف جنب عبد العزيز عمرو سعد بعد خروجه من السجن، ما كانش محتاج الملابس. البعض هيقول ما كانش محتاج الملابس المثيرة الأنثوية هو كان اللي هي لا تتناسب مع رمضان ولا تتناسب مع المسلسل. هو كان مقصود انه طول الوقت المشاهد ما يبقاش عارف سناء، يعني حتى التقديمة بتاعتها في المسلسل قالوا مدوراها. انت لما اتفرجت على مسلسل سناء ما بتعملش اي حاجة غلط، سناء بتنزل تشتغل كانت فاضية، بتخرج بتعمل شوبينج، عايشة حياتها بشكل عادي، بتلبس اللي هي عايزاه، هي بتحب تبقى اوفر، دي تركيبة عاملة كده. لكن هي لما تيجي تبص للشخصية هتلاقيها حد كويس جدا، يعني ما شفناهاش عندها طيب علاقات. ما هو ليه بقى لازم يعني حتى لو نشوف مشاهد من شارع عبد العزيز ليه ما انا بفتح النهار في الزوجة الرابعة ولبست عباية، يعني في شخصية بتفرض عليا اني اتخن لها 15 20 كيلو، انت فاهمني بقصد ايه؟ في شخصية بتفرض عليا شكلها، في مشاهد ما بقدرش اعملها وانا لابسة جزمة عالية لازم اعمل، في مشهد ساعات بعمله وانا حافية. انا بقصد اقول ان كل شخصية بتتلعب بتفاصيلها، لو انا لعبتها بطريقه تانية انا مش هعرف اعمله. يعني وخصوصا ان سناء اوريدي في الجزء الاول كانت هي دي، فانا حبيت اطور شويه منها شويه ونخليها شيك شويه، هو ده اللي احنا اشتغلنا عليه. لكن ما كنتش اقدر اخرج من جلد شخصيه، يعني انا في الاخر بلعب، انا محدش فينا كصناع العمل قاصد انه يضايق اي حد او يستفز اي حد، بس الناس في النهايه بتلاقي المنهج الاخلاقي العائلي بيسود انه اسمعي ده في كل مكان. لا لو بس لو فتحت الوقت اي تلفزيون يقول لك المسلسلات سناء بنت كلها جدعة، فسك وفجور. سناء بنت جدعه بسبع رجاله لما وقفت واشتغلت في المحل، مش محتاجه بقى الملابس المثيره ولا انت مش دايما، يعني في مشاهد كانت لابسه كده وفي مشاهد كانت لابسه عادي. يعني مشاهدها كلها في شارع عبد العزيز لما اشتغلت كانت لابسه حاجات كلها واسعه وطويله فاهم اقصد ايه؟ اما كانت منطلقه والفراغ مموتها وبتطلب من ابوها انه يساعدها وينزلها معاه الشغل عشان تتشغل، شكل حياتها اختلف. بس انا لو بفتح كده على جوجل واكتب علا غانم هتلاقي ايه؟ مشهد ساخن لعلا غانم، ملابس ساخنه لعلا غانم، فوطه ساخنه لعلا غانم. يعني ايه الحكايه؟ طب الفوطه الساخنه دي انا ماليش يد فيها، في مخرج. ما انت بداتي رمضان بفوطه. ايوه ما هو ماشي، ما هو ده يعني مشهد فوطه، يعني ده مخرج، ما هو ده مخرج. ما انت ممكن تقولي له لا، ما انت بتقول لا فبيبرر ده، فبيبقى عنده في وجهه رمضان نظر، في عنده وجهه نظر. سيده ممثله تحيط جسدها بفوطه وتطلع في رمضان في مسلسل، ما احنا لابسين تحت الفوطه فستان كده، يعني احنا هي دي الفوطه ولا الحمام؟ يعني مش في الحمام بصحيح، في تحت الفوطه دي في فستان. لا اللي يعني هنا القضيه بس انه البعض، يعني انت عامله المسلسل ده وعارفه انه في رمضان، ده واحد. اتنين بيوت
انا بس بنوب عن من يقولون هذا أيوة الكلام طبعا. يعني خليني اقول لك وجهه النظر. فهيقول لا، يبقى خلاص الناس المنهج بقى اللي بيقول هو هدفهم تشويه المراه المصريه و تشويحها في ايه بس؟ ده المراه المصريه حلوت وبقت بتاخد بالها من نفسها اكتر وان شاء الله هتستمتع بحياتها وان شاء الله كده كل ستات مصر مش هيروحوا بيوتهم غير وهي نايمه سعيده بانها قضت يوم مبسوطه بيه. مالنا في ايه؟ بنرجع لورا في ايه؟ مالنا؟ ما بنروحش البحر، ما بتشوفش الناس بميوهات، ما بتشوفش الناس دي، احنا بننغلق، احنا بنرجع لورا. في مالها ايه الفوطه يعني؟ انت عمرك ما شفت حضرتك في واحده لابسه فستان طول كده وعامل كده؟ كل البنات في اي فرح بتشوفهم لابسين الحاجات دي. فرقت انها لابسه فوطه وتحتيها في جيبونه باج، انا واقفه حواليا ما لا يقل عن 40 واحد. فالموضوع ما بيبقاش بوجهه النظر المغلقه دي. بس فاتن حمامه لبست ميكرو وسعاد حسني لبسوا مايوهات. احنا النهارده ما بنلبس مايوهات. لا بس ما كانش يعني المشاهد مبتذله يعني، ما كانش والله ما في ابتذال ولا فيها لا ليه وبعدين ما كانش في مسلسلات وفي رمضان يعني انت عارفه انه يعني ما يجوز في السينما لا يجوز في الدراما احيانا. واكيد وانت بتعملي في الدراما في التلفزيون انت حاطه في ذهنك انه في فارق بين السينما وبين التلفزيون. والله الاثنين بقوا واحد. وفي فارق بين اي شهر ورمضان تحديدا. كل ده لازم يوضع في الحسبان. ولا مش لازم؟ لازم يوضع في الحسبان، بس انا يعني انا شايفه ان سناء هو ده شكلها. والا بطل بقى العب ادوار من النوع ده في رمضان. يعني فاهم اقصد ايه؟ يبقى ارفض الفكره من اساسها. شوف المخرج قاعد يجيب لك بيجيب لي هو قاعد يجتزئ لك اهو. ده الشر انه يجتزئ مشاهد بيسيب قبله وبعده ويقوم حاطط على اصل انا ضد الاجتزاء، بس هو اجتزأ لانه هو كمان بيعبر عن انه هتلاقي الناس يقول لك شايف المشهد ماله. طب المشهد شايف في التلفزيون. طب ايه؟ طب اهو ماله المشهد. يعني يمكن التعبير عن هذه العلاقة يعني بدون انه المشهد يجي بهذا الشكل في رمضان في تلفزيون امام عائلات. مخرج ما اقدرش اقول له ما انت قطعت تذكرة ونزلت من بيتك. مخرج عنده ديكوباج ومخرج هو اللي مدينا الميزانسين ده. تفاصيل كتير قوي مسؤولة عن الشط، مش انا لوحدي. بس انت ما بتناقشيش المهله ولقيتي بناقش بيتقال لي لا الموضوع هيبقى شكله لطيف. بالعكس مفيش حاجه، بيتقال لي اللي انا بقوله لك، لان انا من جوايا مش شايفه انه مزعج قوي كده يعني. لا هو مزعج في الصيحه المنتشره الان في المجتمع المصري. انا معاكي انه يعني احنا بالفن يعني هننتصر والمسلسلات المصرية نجاحها، لأنه لابد أنه البعض يحاول أن يسحب البساط من تحت أقدامنا باسم المسلسلات التركية أو بأي اسم. لكن هتلاقي النغمة السائدة في المجتمع المصري شايف المسلسلات، شايف الدعارة، شايف الفسق والفجور. طب هل ده منع نزول مسلسل تركي؟ أنا للأسف مش متابعة تركي ده خالص، بس هل ده منع أن الناس تتفرجوا على العشق الممنوع كان ولا اسمه إيه؟ مصر كلها كانت بتتفرج على المسلسل ده، ما تهاجمش ليه؟ ولا بس المصريين اللي بيتهاجموا؟ مش عارف. ده نجح نجاح ساحق، صح ولا غلط؟ صح. في مسلسل انا للاسف مش متابعاهم، غلطان عشان كده. انت شايفه انهم يعني بيمتدحوا المسلسلات التركيه بكل ما فيها؟ يعني انا مش شايفه ان في اي مشكله، بالعكس دول اللي بيشوفوا يا سلام شفتوا وهو بيتكلم عن مرات عمه ازاي. بس بصي المواضيع مختلفه برضو، بنتفرج بنستمتع. يعني ليه ده بيتشاف كده وليه احنا بنتشاف كده؟ يعني ما انا بقول لك احنا عناف جدا مع بعض. يعني سناء انا شايفاها انها بنت جدع جدا في شارع عبد العزيز الجزء الثاني وفي الجزء الاول برضو كانت جدعه، يعني كانت لطيفه جدا. مالها؟
اتجوزت واتجوزت تاني. طيب مرة. سؤالي، ليه لما افتح على علا غانم مشهد مثير، ملابس مثيرة، امتى علا غانم يبقى الجدل يتعلق بأدائها وليس بملابسها ومشاهدها المثيرة؟ ما انا بقول لك عملت ادوار كتير ما كانتش فيها لبس قصير ضيق، زي انهار مثلا، زي الزوجة التانية السنة اللي فاتت مع مزاج الخير كانوا نفس السنة. بس ما لبستش مستفز وما لعبتش غير على علا ووش علا وتمثيلها فقط. وفي ادوار كتير بتبقى ملعوبة من الحتة دي. طيب مش مصنف، مش بشوف. بالمناسبة انا ما بشوفش نفسي جميلة، يعني في ناس بتشوفني جميلة، ست جميلة، ها تصور، انا ما بحسش بده. مع انك بتؤدي دور الست الجميلة اللي بتهوى اغواء الرجال والشباب، يمكن بخلي فيه شوية خفة دم عشان الموضوع يبقى ابسط. انا عايزة اقول لك ان ساعات بادائي ببسط الحكاية، يعني ساعات لما بعمله يعني مثلا المشهد بتاعي انا ومصطفى، لو كنت اديته بطريقة اهدى من كده كان راح فين المشهد ده، كان هيبقى مصيبة، كان ممكن يترمي بقى في الزبالة. لكن بقوم عاملاه يعني يا واد اتهد يا واد ما اعرفش، عشان اكسر من قوة. ما هو بيبقى مكتوب لاف سين، هي بيبقى المشهد مكتوب مشهد اسمه لاف سين، انا ببقى عايزاه اقل حدة، اوكي. فبحاول اكسره بطريقة ادائي، ليه يبقى فيها هزار شوية، ليه احط له ايدي في وسطي، لا طب خبيته اي ما انا ممكن اروح بادائه في حته تانية خالص بقى، حتى يعني اتهامات اخرى تكسر ان المشهد يتحول الى مشهد اغواء واغراء في المجمل، فتحط يبقى فيه كوميديا يعني. بقى يبقى تو ماتش. ما هو انا نفسي بقول كتير بنقول ده، فبنكسره، بنشيل جمله جامده، بنحط جمله ابسط، بنشيل كلمه تو ماتش. طيب وانا ضد الاجتزاء، بس تعال نشوف اجزاء من الحوسه عليا من المسلسل اللي اثار جدلا العام الماضي، وهو مسلسل مزاج الخير، لانه برضو يتم التعامل مع علا غانم السنه دي انها امتداد لهذه الشخصيه. نشوف. يا اختي اوعي. الو. ايه شو؟ ايه يا سيد الناس؟ انت موبايلك فين؟ موبايلي؟ ماله يا اخوي؟ ده انا حطاه في صدري. فاصل شحن. احطه في صدري تاني علشان يرجع يشحن. حطيته. انا فين؟ انت في اوضتي، في سريري، ولو ركزت معايا شويه ممكن تبقى فيني. يخرب بيتك، ايه بقى انت هتودينا في داهيه؟ يا راجل وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. يخرب بيتك، ايه بقى انت هتودينا في داهيه؟ لا يا اخويا، هو انا اللي كنت خدتك من ايدك ودخلتك اوضتي؟ انت ضيفي النهارده وانا كريمه قوي مع ضيوفي واحب اظبطهم. يا بت تهدي، بدل ما اسكعك قلم انزلك طب سنينك. يا رب. طب جرب تعملها كده يا بنت. اهدي اهدي بقى، اهدي يا وليه شويه. ما انا همدانه، هو انت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجاده؟ انت بنت المفتاح. مش جايبه المفتاح. هات المفتاح. عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. يا بنت الشغل القديم ده، انت بنت المفتاح بدل ما اكسر الباب. اموت في العنف. المرة اللي فاتت الدخان عمى عيني وخلاني ادخل لك غلط، انما المرة دي الدخان فتح لي عينيا وخلاني اخش. انت بتقول ايه؟ انت سكران؟ امال انت كنت بتعمل فيها كده ليه؟
أنا ماسك نفسي بالعافية من ساعة ما شفتك. أنا دلوقتي خلاص كل حتة فيا عايزاك. وأنا كل حتة في جسمي عايزاك. طيب أقول لك كل ده الناس هتتعامل معاه انه لا يصلح لا في رمضان ولا يصلح في البيوت، وان هو ده دي الشخصيه، نسائنا بناتنا الحقوا سمعه عائلاتنا. نغمه اكيد انت بتسمعيها وزادت جدا هذا العام. ايوه، ما انا بقول لحضرتك اهو، احنا ليه عجبنا قوي العشق الممنوع التركي وما هاجمناهوش، وبتهاجم ليه مزاج الخير؟ السؤال بس ليه؟ لا ممكن يكون في عائلات تحفظت عليه وهجمته وبعدين بشكل بسيط قوي، بشكل ضعيف جدا، مع انه كان اكتر فجاجه من ده بكتير. يعني انا كان بيتحكي لي، انا برضو ما شفتوش. ليه احنا نتهاجم قوي ومسلسل تاني نفس الجمهور يعجبه جدا المسلسل؟ رجاله وستات وكل الناس. طيب ال- 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 هذا المنهج في النقد المنتشر جدا، انه المجمل في النهايه هو نشر الفسق والفجور وتحطيم القيم العائليه، ده بيهزك لانه ده منتشر جدا، وهتلاقي فيه جمع حتى المسلسلات السنه دي بتعمل كذا وكذا وكذا. لا طبعا احنا ما بنعملش كده. وابتدوا يدخلوا في التمويل المشبوه، ان ده تعمد، ده متعمد لتشويه مصر ولاظهار مصر امام المجتمعات انها كده. لا لا لا، احنا عملنا حلوة جدا السنة دي. مين اللي بيقول كده؟ انت ما بتسمعيش ده بجد؟ لا انا لسه مخلصة تصوير. ده كاتبه لسه الاستاذ فاروق بويدا الشاعر الكبير، كان عملنا حلقة خصصناها لده، هتلاقي النقاشات في المجتمع، شوف التعليقات على النت، شوف الناس في الشارع، المنهج الاخلاقي للنقد. حتى لو انا مختلف معاه وبشوف انه الشخصيات على الشاشة مش لازم كلها هتكون سوية، لا فيها شخصيات منحرفة، وشفت شادي عملت حميده في ذوق المداء ازاي، وشفت وما كانش في حد بينتقد، لكن في انتقاد بانه لا زادت الحكايه عن حدها، وكانه مصر بس هي هذه الشخصيات يعني. لا هنقول ان الصدفه البحته اللي جابت موجه الاعمال دي جنب بعض، كله كان حابب يبقى مختلف. فطلع الكومباينيشن اللي طلع لنا السنه دي في رمضان، الى جانب ان ممكن نقول ان الناس كان عندها احساس بالكبت طول السنين اللي فاتت، فجاه حصل انطلاقه. هنقول ممكن يكون في سنه افوره، سوري للي متضايقين من سنه الافوره، لكن بقول دايما كل افوره زياده شويه ولا افوره قوي زادت قوي؟ لا شوية صغيرين، شوية صغيرين. كبت عند مين؟ كبت عند الجميع بشكل عام، المود بشكل عام كله كان مكبوت، كله كان مكتوب. كان منغلق يعني فهو مفتح قوي؟ لا مش مكبوت أو مكتوم على طابق على نفسه حاجة كده، دي حاجة، وإنك تبقى إحنا طول عمرنا مجتمع منفتح على فكرة. يعني أنا بتكلم من بعد 25 يناير حصل كتمة كده، حصلت غمامة كده وحزن فضل عايش جوانا كده أكتر من 3 سنين. فالحالة دي عاملة زي ثورة جوا كل واحد. لا إحنا كنا كويسين، مصر فيها أماكن خروج وسهر وسهرات وكتير جداً، الناس اللي بتغني كتير جدا، هوليوود الشرق هي مصر يعني. فأنا مش حاسة انه في حاجة زيادة، هقول ان في ناس تانية شايفة ان في حاجة زيادة، اوكي هحترم وجهة النظر دي، لكن هقول يمكن عشان غياب الرقابة شوية، هو ده فك الحدود شوية. وانا على فكرة بمناسبة كنت مع استمرار وجود الرقابة. انت مع وجود الرقابه؟ طبعا. ده انت نص مشاهدك هتحذف. ما تحذف، نص كلماتك ما تحذف. انا قلتها قبل كده في برنامج وقلتها كذا مره، ان الرقابه بالنسبه لي عامله زي ابويا وامي،
بمعنى ان الرقابة بتبقى لو خيال المخرج جمح بتقول له لا تعالى هنا بس لا كده هنا ده كتير، فبيقوم مروض حاجة انا ممكن ما اقدرش اروضها جوه اللوكيشن. ما تقدريش يعني الرقابة الذاتية عندك مش الرقابه، لا وانت بتأدي المشهد الرقابه الذاتيه بتاعتي مش بتاعتي. شايفه ان انا بعمل حاجه غلط، انا مش شايفه ان في اوفر، دي الرقابه الذاتيه بتاعتي. فانا بقول ان يبقى في رقابه بره عشان هي عارفه اذواق الجميع، عارفه ايه ممكن يضايق استاذ وائل، عارفه ايه ممكن يضايق استاذه منى مثلا، فتقوم تقطع اللي يضايقهم لانه ممكن يبقى بالنسبه لعلا ده مش اوفر معايا. مع ان كل الفنانين والمبدعين دائما يطالبون بالغاء الرقابه وان اسيب ده للرقابه الذاتيه. الرقابه ما كانتش مزعجه في حاجه اكتر من انها كانت موفره علينا العناء ده. العناء ده يعني هنا انت ما تقدريش فعلا تعملي الرقابه الذاتيه، او اذا عملتيها مش في النهايه انت بتخضعي لسطوه صناع المسلسل. مش هقدر ابقى لمت للجميع، في واحدة بتلبس مايو بيكيني وفي واحدة بتلبس مايو وان بيس وفي واحدة متلبسوش، كل واحدة هي شايفة انه اوكي ما عندهاش مشكلة بده معايا. فالرقابة بتعمل البالانس بين التلاتة يعني، بحيث انه وانت في اثناء تحت الضغط النفسي في تأدية المشاهد. لا مش ضغط ممكن نفسي، هو بالنسبة لي مش ضغط نفسي. ما انت بتقولي لي في مشهد اني قاعده بدافع عن دوري. بتدافع عن دوري؟ طبعا ببرر انا ليه لبست فوطه، انا ليه بعمل مشهد مع مصطفى نايمين على السرير، ببرر يعني. انا ما بناقش انا عملت المشهد حلو او وحش، انا ببرر ليه بنعمل كده في رمضان. فاذا انا الليمتس بتاعتي مش مناسبه للجميع، يبقى الرقابه لما كانت موجوده كانت بت بت بت, بت بتظبط التيمبو بتاع الجميع. طيب يبقى انت شايفه ان الرقابه هي بمثابه الاب اللي ممكن يشوف اخطاء الابن مش شايفها وهو يؤدي هذا العمل، فيمكن ان تصحح هذه الاخطاء. بالظبط كده، وهي تمثل المجتمع وقيم المجتمع في النهايه. بالظبط كده باختصار. لكن انت يعني لانه البعض احيانا يطلب بالرقابه الذاتيه، يقول لك انا ضميري. لا في مخرجين بيطلبوا حاجات معينه انا ما بشتغلش معاهم عشان انا مش هعمل ده. وانت رفضتي فعلا حاجات؟ زي ايه؟ لو انا هشتغل مع هذا المخرج يبقى انا حوافق بان ده يحصل. اوكي لو انا عندي حدود للحته دي يبقى انا مش هشتغل معاه. طب انت اتعرض عليكي ايه ورفضتيه؟ مش هقول لحضرتك خالص يعني، مش خفايا يعني هي. لا بس يعني انا مع كل المشاهد بتاعتي انا ما عنديش بوسه، ما عنديش حضن، ما عندي، انا كل مشاهدي من بعيد لبعيد، بس هو اداء. عارف ازاي اداء؟ ما هو اداء والفاظ. في مخرجين، لا في مخرجين بيبقوا عايزين المشهد كاملا يبقى في احتكاك جسدي واحتكاك لفظي وكل حاجه. انت بترفضي ده؟ انا عندي حدود في الحته دي، وخصوصا ان انا عندي ست متجوزه وعندي بيتي واولادي، فعندي حدودي اللي واضح انها. وعندك بناتك عندك بنتين كمان؟ بنتين. متهيألي 20 كمية وفريدة. ولا انت مش بتحبي تقولي الاعمار؟ 21. لا 21 و19. 21 و19 ربنا يخليهم. ميرسي. طيب هنا طبعا مفيش حد يعني مفيش حد يستطيع انه يقلل من امكاناتك الفنيه، بدليل انه الشخصيه، انما الحديث دايما عن انه في الامكانيات الفنيه، لكن كمان شويه اللي هو ازاي احط في ذهني انا طالع لمين وفين. يعني طالع في رمضان وطالع على البيوت مش السينما، ناس نازله بتقطع تذكره تتحمل المسؤوليه، الوضع يختلف. الوضع يختلف، بس انا في الاخر بلعب شخصيه. هشوفها بالشكل ده، هلعبها بالشكل ده. علا بقى موجوده في هذا العمل، حضرتك ممكن ما تتفرجش على علا خالص، انما انا بلعب الشخصيه من الحته اللي انا شايفها صح، بلعبها من اول جزمتها لحد شعرها لحد هي بتتكلم ازاي. في رقابه بتشوف شغلها، بتشوف مشاهد مش كويسة بتشيلها،
شطات مش لطيفه بتشيلها. في عندي شطات على فكره متشاله في شارع عبد العزيز. شالوا بعض المشاهد. طب شالوها عشان الخاصه بيكي مش بيا بس، يعني شالوها بس في مشاهد خاصه بيكي متعلقه بالنظره الى ان دي اثاره. في شطات يعني شط تقدمتي كان في كاميرا ماشيه على كل جسمي بتجيبني من رجليا لفوق، الشط ده اتشال كله تمام. انا ما اعرفش بقى الكاميرا بتصورني طبعا اللي ازاي. عايز يشوف المشهد يقول لك اتشال ليه، لكن اللي ضد المشهد هيقول الحمد لله ان شالوه. احنا قاعدين في بيوتنا الحمد لله. حذفوا ده يعني، وحذفوا مشاهد تانية ايه؟ مش فاكره بقى بالظبط، ولسه في ما اعرفش يعني المسلسل لسه شغال. بس طيب اللي انا عايزه اقوله في الاخر، احساسي باننا بنتطور، احساسي بان الست بكره هتبقى عايشه بحريه اكتر، احساسي بان الست بكره القانون هيدعمها. الفترة اللي جاية الست أنا شايفة أنها هتكون في مرحلة ازدهار. مش من حق ازدهار ليه أحط من شأنها وفقا لتفسيرات البعض؟ ليه تحط من شأنها؟ بالمشاهد مشاهد إيه؟ بالتركيز على شخصية المرأة اللعوب ولا سناء واللي كل شغلها أنها تروي رجال؟ سناء مش مرأة لعوب. ما هي حتى وهي طالعة لغاية دلوقتي حضرتك كل اللي كلمتني فيه هو عشان فستانين ثلاثة قصيرين. ما انا بقول لك حتى وانت طالعة يعني الجدعانة اللي بتساند مش جدعانة، هي طالع شخصية من السجن طالعة بملابس مثيرة. ما تكملي الجدعانة في لبسك. ما هو الشخصية في اللحظة دي ما تقدرش، ما تنفعش تلبس كده. أمال لما هتشتغل وتهدى وتبقى صاحبة وجدعة ما هو الشخصية هتتغير. يعني يمكن النهاردة بداية الحلقة اللي هي في تويست بيحصل في الشخصية، في شخصية بتتلعب. ما بقصدش اني البس فستان قصير وضيق عشان اضايقك، انا لابسها عشان اقدم لك الشخصية اللي هي فيها شوية طاقة وبعد وبرضه ده شارع بيتها اللي مولوده فيه وابوها من معلمين الكبار في الشارع، فهي وسط العيال. حتى العيال لما بتلاقي شباب جديده في الشارع تعالى هنا يا واد انت مين، هي من هنا، هي مش نازله على. ولما حد بيعاكسها تضربه بالجزمه. مش بالضروره علشان ابقى انا امشي محدش يعاكسني فالبس خيمه. انا حره البس اللي انا عايزاه. انا من حقي امشي في الشارع من غير ما حد يضايقني. انا من حقي ابقى عايشه حره. هو ده اللي انا عايزه اقوله بس من غير ما اضايق حد. سناء نمط هي بتتحرك بالشكل ده مع انها لا يؤخذ عليها اي شيء اخلاقي، بالعكس ما عندهاش اي علاقات جانبيه بحد، بالعكس ست سنجل ولما حبت مخلصه جدا. مالها سناء؟ طيب. ولا هي بنت من الشارع، ولا هي باعت نفسها، ولا هي باعت ابوها، بالعكس. طيب هطلع فاصل وهكمل معاكي، لانه الحقيقه انه في الايام القليله الماضيه ساد المنهج الاخلاقي والعائلي في النقد اللي بيتهم صناع المسلسلات بانهم حطموا القيم العائليه وأنهم شوهوا صورة البنت والمرأة المصرية. وعلا غانم نالها قسطا كبيرا من هذه الانتقادات كل سنة، إلى حد أن الناس يقول لك إيه يا ترى علا غانم في رمضان هتبقى لابسة إيه؟ عاملة سناء القمر وعاملة إيه؟ الجدعة. فأنا عايز الجدل ينتقل من ملابس علا غانم إلى أداء علا غانم. That's it. بعد الفصل.